كل الناس اللي ناطرين تاني لايف لإلي على يوتيوب انفيتيشن لا ضروري تكونوا موجودين تتشوفوا the first virtual 360 live show in the region وتتعرفوا date and time. انتروني لأنه أنا كتير متحمسة وناطرة. See you soon. هذا هو الفيديو اللي نزلته مايا دياب من يومين على صفحتها بإنستغرام وأعلنت من خلاله عن حفلة الأونلاين الثاني اللي صار مبارح المساء وهو أول حفل Virtual Live Show 360 بالمنطقة العربية وتم بثه من خلال قناتها الخاصة على يوتيوب وطبعا الحفل صار برفقة فرقتها الموسيقية من بيتها اللي تم تجهيز مساحة فيه لتكون مسرح افتراضي بتقنية الـ 360 واللي بتسمح للمشاهد أنه يحرك المشهد اللايف على اللي عم بيشوفه بكل اتجاهات لما يحرك الموبايل ويشوف المسرح ومايا من أكثر من زاوية. ومايا طبعا من قبل الحفل بيومين كانت بتحمس الجمهور لمشاهدة الحفل من خلال نشر بوستات على صفحتها في انستغرام من كواليس التحضير له وأمس قبل الحفل نزلت على الستوري بوستات الانفيتيشنز اللي وجهتها لعدد من النجوم من ضمنهم قيس الشيخ نجيب وماكسيم خليل وطبعا لأصدقائها وعدد من الصحفيين وأيضا الإعلاميين وكان من ضمنهم طبعا أكثر من شخص من ترندينج أبغى أقول شغلة لا لا أنا أحب مايا على فكرة وشفت الحفل وأبغى أقولها أنه كثير حلو أنا مبسوطة أنها قاعدة تعمل شيء ديجيتال فأنا منتظرة المرة الجاية لما بعثوا لي إنفيتيشن أشوف لما بعثوا لي إنفيتيشن بشوف الحفلة كاملة مايا معلش بس أنا بدي أقول شغلة لمايا لا أنا أحب مايا وهي شفت تعرفني يعني إيه بعرف بس نسيتوها هالمرة لولا يعني عرفتوا فإنه المرة الجاية لو سمحتوا على عيد الفطر إن شاء الله ما تنسوها لولا ولا حاضطر أنا أعمل لها واحدة جرافيكس وطبعا على ما تيجي الانفيتيشن خليني اقول لكم كمان انه الحفله من امبارح وهي حديث الناس على السوشيال ميديا وما افتتحتها بكلمه معايده للجمهور بمناسبه شهر رمضان المبارك واهدت الحفل لاختها موني اللي حاليا في المستشفى بسبب حادث سياره جامد اتعرضت له وكاميرا تريندينج اكيد كانت مع مايا في الكواليس قبل ما تبدا حفلتها ووجهت كلمه لجمهورها من خلالنا وكانت طبعا حزينه على وجع اختها موني تريندينج بدي لها هاي Thank you for being with us. وبس أنا شوي overwhelmed يعني بي أنا جويت لأنه أختي مريضة كتير بس وأنا زعلانة. سلامة قلبها لموني والله يشفيها بس على فكرة مايا كمان عرفنا أنه كانت إيدها عم توجعها بالكواليس بس شوفوا ليش. ما بصدق شو بها ملتهب هون الوتر جوا العصب سوري جوا بس ليه صار غلط؟ لا عملت فوم مع اول مره وثاني مره مش حاسه شو بدهم يعني عن جد الصبايا وهيك وبيساعدوني وكل شيء بس انا بحب اعمل القصص لحالي رحت عم طال صحون كميه الصحون وصلت 12 او اكثر كثير عاليين حملتهم سوا الملاعب ايه اكيد هون طبعا الف سلام عليك يا مايا انت وموني طبعا ما كان ضروري اني تسوي سوبر وومن يعني صراحه وتشيليهم مع بعض لكن طبعا هذا الزعل شفنا انه اختفى لما بدات مايا بالحفل وشفناها مثل العاده كلها طاقه وفرح وفيري انرجيتك والجمهور تفاعل كثير مع مايا ونشروا فيديوز كثيره من الحفل خلانا نشوف انها انه هالحفل تنفذ بطريقه محترفه ومقاييس عالميه فبث الحفل بث الحفل كان بتقنيه ل 360 والليزر شو كان بيشتغل في الباك جراوند واعطى الجو حيويه وقرب المشاهدين اكثر من تجربه وجودهم في الحفل اللايف وغير طبعا لوجيستكس الحفل كمان الناس كانوا مبسوطين جدا بالاغاني اللي قدمتها مايا من اغانيها واللي كان منهم كده برضو تغيب وسبع ارواح وجطفين وكمان غنت اغاني لفنانين تانيين منهم اليسا وميريام فارس واحمد شيبة لو لعبت يا زهر وتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له بسؤال كسر بخطر ساعتها ودوقني ضيق الحال أيام الشتيم خايف صار له لو يوم يقابلكوا اسألوا ليه الأيام
حقيقه انا عن جد استمتعت كثير بالحفله، وبعدين بعدين عم بتغني الاغاني كثير اللي انا بحبهم، ان كانت اغنيه اليسا وان كانت اغنيه مليان فارس، الاغاني اللي انا كثير بحبهم. كان الحفل لذيذ. عايز تقول انت مديها لسه الاغاني ولا عايز ايه؟ لا والله انا كنت بعرف، انا كنت بعرف اساسا الاغاني اللي حتغنيهم. بهزر على اللايف. بكل الاحوال هيدا مو رح يكون الحفل الاخير بحسب ما اعلنت مايا بالفيديو اللي نشرته على الستوري. في فبعد ما خلص الحفل واللي شكرت من خلاله الناس اللي حضروا اللايف وطلبت منهم انه يبعثوا لها الفيدباك عن الحفله ويقولوا شو حبوا شو ما حبوا، ويقترحوا عليها اغاني الفنانين تانيين بحبوا يسمعوهم باللايف الجاي واللي رح يكون بعيد الفطر.